عندك تورم في القدمين؟ من تحت يعني نقدر نقول انت بصي كنت إيه. ايوه شفتها؟ تمام. طب خلينا انا هقول لك بالنسبه لتورم الكاحلين او انتفاخ القدمين بشكل اساسي، ما بي يعني في ناس بتفكر ان هو بيحدث نتيجه للوقوف المتواصل من اجل مثلا التنظيف او الطبخ او كده الموضوع. هناك بعض الامراض المختلفه اللي ممكن تسبب لنا التورم القدمين ده. يعني اهم الاسباب اللي ممكن تسبب لنا تورم القدمين حاجه اسمها الوزمه. الوزمه دي التورم الناجم عن الوقوف لفترات طويله او المشي، دي اول حاجه. لكن هناك اشياء تانية اخرى، مثلا الحمل، بنستبعد هذه المشكله مثلا وليكن الحمل برضو احد الاسباب اللي ممكن يعمل تورم طبيعي لبعض الستات. بعض الادويه ممكن تسبب لنا ايضا تورم في منطقه القدمين او الكاحلين. الادويه زي ايه؟ العديد من الادويه بيبقى لها تاثير احتباس السوائل اللي بتسبب التورم. الادويه اللي قد تؤدي للانتفاخ، من مثلا زي ادويه مضادات الالتهابات، مضادات الالتهابات وبشكل عام الستيرويد، الستيرويد الهرمونات، ادويه مرضى السكري ومضادات الاكتئاب. نقدر نقول ان ادويه الالتهاب ممكن برضو تبقى سبب، ادويه الالتهابات ممكن مثلا زي الاسترويدز او ادويه الاسترويدات دي بشكل عام بتعمل احتباس للسوائل في الجسم، وخاصه عند كبار السن اللي هي مثلا يكون في الرجل يعني او القدمين او الكاحلين. برضو من ضمن الاسباب اللي ممكن تكون مسببها ممكن نقول اصابه مثلا نقول اصابه القدم او الكاحل مثلا زي الكسر او الخلع، قد تؤدي ايضا للتورم يعني. بس ممكن بعض الامراض التانية مثلا امراض القلب، لو احنا عندنا مشاكل في القلب ممكن مرض القلب يكون سبب لتورم برضو الكبد. عندك سكر وضغط وقلب. طب خليني اديكي اهم النصايح، يعني يعني هديكي شوية نصايح. انا عايز افهمك حاجة، القلب بتاعنا ده، القلب بتاعنا ده لو احنا قدرنا نظبطه الجسم بتاعنا كله هيتظبط، لان دي المضخة بتاعتنا اللي بتدفق الدم بتاعنا لجميع خلايا الجسم. فلو قدرنا ان احنا نظبط القلب بتاعنا، هديكي نصيحة بنقول لازم نبعد عن كل مصادر الضغط النفسي، لابد ان نبعد عن كل مصادر القلق، لابد ان احنا نبعد عن كل، لان بقى هرمون الكورتيزول لو زاد، هرمون الكورتيزول يخلي يعمل اضطراب في عضلات، في عضلة القلب. فاحنا بنقول هرمون الكورتيزول عايزين نحافظ بمستوياته الطبيعي. يعني نعمل ايه؟ نبعد الستات يعني مثلا ليا صحباتي طبعا ما بنقعد مع بعض يحكوا له المشاكل والقصص والحكايات، والناس ماتت والناس راحت والناس جات والناس مش عارف ايه، ان الله كره لكم القيل والقال واضاعة المال وكثرة السؤال.